الاستاذ محمد عبد الوهاب، انا طولت عليك ولا ايه؟ لا بالعكس بالعكس. الاستاذ محمد مين؟ الاستاذ محمد عبد الوهاب عمنا. ماله ابو وهاب؟ في يوم من الايام انا كنت صغيره، عندي بتاع 7 سنين كده اهو، فولاده بناته بناته لطاف جدا جدا قوي، كانوا برضه صغيرين، انا سجلت معاهم قريب. فكلموا ماما حد من عندهم، قالوا الولاد عايزين يشوفوا لبلبه. فانا بقى فرحتي ان هروح البيت بتاع الاستاذ عبد الوهاب موسيقار الاجيال. فروحت بنلعب مع بعض وبنتكلم، بس انا عيني ناحيه الكوريدور. سالت هو الاستاذ بيجي؟ قلت له الكوريدور ده عند اوضته، بيوصل لهنا وبيقعد فين؟ قالوا لي بيقعد هنا بيقرا الجرانيل. بلعب معاهم لكن انا عيني هتتقور على الحته دي، انا عايزه اشوفه. ربنا الحمد لله حقق لي، لقيته طالع بالربط شمر انيق، حاطط الجرانيل تحت بطه وراح قاعد، ورحت جايه له: يا استاذ انا لبلبه. قال لي عارف. قلت له انا معلش عايزه اسال حضرتك سؤال. قال لي اتفضلي. قلت له انا عايزه استمر وابقى ناجحه زي حضرتك. شوف حضرتك موسيقار الاجيال وقد ايه، وانا عيله بس شاطره بتكلم مظبوط، فازاي اقدر اكون ناجحه واستمر؟ قال لي لازم تتعلمي تقولي لا. قلت له اقول لا لايه؟ قال لي لاي عمل يتعرض عليكي دون المستوى، لأي مناسبة تتعزمي فيها تفكري كويس ما تروحيهاش لو كانت تقلل منك، عزومة، غدوة في مكان الجمهور لازم يتعمل له حساب، ما يشوفش الفنان في أشياء مش حلوة. أنا بقى أخدت الكلام ده، كنت قد كده 7 سنين كان عندي بالظبط، بس فضلت بصاله وهو اللي نهى الكلام وحط رجل على رجله. خلاص امشي بقى، يعني امشي انا الرجاله دي، امشي بقى خلاص، روح العبي مع العيال. بس الكلام ده كلام مظبوط لحد دلوقتي انا ماشي عليه. ان حاجه مش يعني تقلل من قيمتي، مش حكايه الناس بتنتظر مني المزيد، ما اقدرش اطلع في حاجه الناس تبقى واثقه دي لبلبه هتعمل كذا وكذا. لما اطلع في ادوار هامشيه انا مش هبقى مبسوطه. حتى الله يرحمه الاستاذ وحيد حامد، يا سلام، حبيبنا، وده راجل شكل وجداننا ومتع جمهوره. يعني كنت ساعات استشيره، يا استاذ وحيد بقى لي مده ما يعني مش جايه لي حاجه كويسه، يا ترى اقبل اللي بيجي؟ يقول لي لا، انت زي احمد زكي، ما دام ما حبيتيش حاجه مش هتقدري تعمليها حلو. ما تشتغليش وانت مش حابه الموضوع. كنت اسمع كلامه. يعني في اعمال تلفزيون كتير قوي انت مقله فيها جدا. تلفزيون مقله، انا في سنه واحده رافضه 9 اعمال، 4 منهم تلفزيون السنه اللي فاتت 2020. وبعضهم سينما. مع ان يمكن تكوني محتاجه على المستوى الانساني عشان تشتغلي، وعلى المستوى المادي كمان، يعني محتاجه الحاجتين. ما نقدرش نقول لك مش محتاجاهم، انك تنزلي تشتغلي وانك تكسبي، يعني ولا انا غلطان؟ استاذ محمود كل كلامك مظبوط، بس انا في فتره من حياتي لما والدتي تعبت صحيا، مرضها خد 16 سنه. كان عندي الاولويه لعلاج والدتي لان كنت بسفرها في الخارج. صحيح. انا اتعودت ان اعيش بالقليل واعيش بالكتير، مفيش اعيش على قدي. يعني ايه بقى؟ يعني باي حاجه ارضى، مش مهم البس هلبس ايه، افتح دولاب واطلع فستان قديم، ممكن اشيل الكم بتاعه احط كم مثلا مش عارفه ايه. بتخيطي يا نونيا؟ لا
بتقولي الخياطة أدبر حالي، لأن عندي أولويات، صحة أمي نمرة واحد. فقعدت فترة يعني حلوين، يعني مش أقل من 6-7 سنين. كل دخلك تقريبا على قلبي زي العسل. صحيح. أمال الفلوس بتيجي ليه؟ علشان ناخد بالنا من اللي حوالينا، نسعدهم. ناخد أمي كانت كل حاجة في حياتي. فأنا اتعودت أعيش فلوس كتير نعيش بيهم. إيه إذا جاتك فلوس كتير يلا نعنش نفسي وأسافر وأشتري وأركب الطيارة ما فيش، لم ينونيا نفسك خلاص. ده انا تلاجتي ما فيهاش ولا لحمه ولا فراخ ولا، ما انت ما بتاكليش لحمه ولا فراخ، حته جبنه وخلاص. فيعني رضا. بس طب والوقت يا نونيا؟ الوقت بيجري بيجري بيجري. نفسي اقول له بشويش علينا يا دنيا، واحده واحده يعني، ما تجريش قوي بسرعه شكلنا يتنيل بتاع. يعني تخلي الدنيا تهدى بس شويه، عشان انا واثقه ان هتجيلي حاجه حلوه. في جوايا يقين ان ربنا هيبعت لي حاجه مميزه وحلوه، وهتبين اشياء جديده عندي لسه ما طلعتش انا مستنياها. بحس ان ربنا سمعني ودي هتيجي، ولو ما جاتش الانتظار الشيء، انتظار الشيء احسن من عدم الانتظار. يعني مش وحش. لا حصلت لك الانسان طول ما هو عايش وحصلت لك لازم يعيش بالامل.